السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع، إن شاء الله تكونوا بخير جميعا. درسنا القادم هذا هو صدر الكريستال، إن شاء الله ينال إعجابكم. طلبوا مني الكثير من الأخوات، أعتذر إذا كان طولت عليهم. هذا هو، فضلت أنا لونين الأسود والوردي، يا رب ينال إعجابكم. راح ينزل في القناة، أني طلقت له ينزل وقت ما ينزل إن شاء الله حيكون في القناة اليوم ولا غدا إن شاء الله. إذا كان عجبكم صدر الكروشي ما تنسوش اللايك، وإذا كان أول مرة تزوري القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس ليصلك الجديد تاع القناة إن شاء الله. هذا هو اللي فتحته لكم، تشوفوا هذا هو. ان شاء الله يا ربي ينال اعجابكم. الى عجبكم خليوا لي تعليق، ما لي غير نقولكم صحة فطركم، ربي يتقبل منكم صالح الأعمال، منكم ومنا إن شاء الله صالح الأعمال. دمتم أوفياء للقناة ودمتم بخير وصحة دائمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الملتقى إن شاء الله.